السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة فاطمة زهرة العسرية. أتمنى من كل قلبي يلقاكم هذا الفيديو وأنتم بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. كنشكركم على حسن المتابعة وعلى اللايكات الزوينة ديالكم وعلى التعاليق الطيبة والزوينة ديالكم. تنتمنى الله يحفظكم من كل شر وتكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نصايب معاكم واحد الحرشة اللي زوينة بزاف وغنية ومنعشة في نفس الوقت، تحضر وقت وجيز 10 دقائق تتاخد من وقتكم وتطلق الفطور أو الكوتي. غادي نحتاجو هنايا لاطا، غادي ندهنوها بالزبده والزيت ونديرو فيها السميد الرقيق. غادي نحتاجو هنا بول غنوضعو فيه بيضة وحدة ونصف كأس سكر، غادي نضيفو ليه عصير البرتقال كأس واحد، العبار ديما بالكأس تاع العنبة. عندنا دانون، غنضيفو ليه دانون فاني، كأس تاع الكوك، وكأس واني في السميدة رقيقة، وخمارة بوزن 7 غرام. ملي دخلنا الحرشه ديالنا الفران غادي نستعملو بكاسرول، غنديرو فيها 3 الكيسان ليمون
ونديرو 3 المعالق سكر سنيدة و3 المعالق مايزينا. غادي نخلطو مزيان بالطراب ولا فورشيط باش ميبقاش لينا التكتلات تاع المايزينا. غادي نحطها فوق نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يختار عندنا الخليط. ملي طابت عندنا الحرشة خرجناها من الفرن، غادي نسكبو فوق الخليط تاع الكريمة وغادي نوزعوها بالتساوي. غنقطعو الشكل اللي بغينا، مستطيلات، مربعات، معينات، من تتكون الكريمة باقا ما قبضاتش في راسها باش تدخل لينا في الجوانب، تيجي المذاق ديالها زوين، تتجي منعشة ومسقية، الحرشة ديالتنا مسقية. ملي وجدت عندنا الحرشة لها ثابت تزيين، تزيين اختياري حسب الرغبة تاع اي شخص.
تنتمنى تعجبكم الحرشة وبالصحة والراحة.